نتابع بقى مع بعض اخر اخبار البلكونه بقى، وصلنا لحد فين ولا عملنا ايه هنا بقى. طبعا زي ما انتم شايفين هنا طبعا كان في قص البينو اللي كان متابعنا وكان شاف الفيديوهات، كان هنا كان في قص البينو طبعا اتباع، يعني هو اتباع واتحضن زغليله. طبعا كنا فاتحين العش اخر مره وكان معاه تقريبا كان معاه 3 زغليل، طبعا شلناهم وحضنا الزغليل، ما اتباعش الزغليل هو، خلاص اتباع لوحده، يعني هو اتباع لوحده. طيب هنا اللهم صل على النبي في قص البينو هنا اهو، تمام. القص ده برده معروض للبيع، يعني القص ده معروض للبيع لحد مثلا ان هو يفكر يشتريه ولا حاجه عادي يكلمني، وفكره ايه الرقم بتاعي بيبقى موجود على القناه عندي. بس الله اكبر. طبعا الذكر اللي على الشمال والنتايه اللي على اليمين باذن الله تعالى الذكر البينو بيور، تمام. زي ما انتم شايفين ما فيهوش اي نقطه، ما فيهوش اي حاجه، طبعا عين حمراء زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه كده. على فكره بيتباع، ويتباع لسبب معين، يعني سبب معين عايزين نبيع ونكمل حاجات باذن الله للايام الجايه. وطبعا هنا برده كان في قص البينو، يعني كان في قص البينو معاه 4 زغاليل، طبعا احنا حضرنا الاربع زغاليل، يعني احنا حضرنا برده الاربع زغاليل، كانوا برده عمر اللبان، عمر اللبان اللي هو عمر الثلاث ايام اربع ايام خمس ايام بمعنى اصح، تمام. هنا طبعا مكان العش، وكان مكان هم مكانوا قاعدين والكلام ده كده، تمام. هنا القص دوت مش عارف معاه حاجه، القص دوت معاه بيض، بيض ده غامق يعني، يا واحده كده نبص عليه، البيض دوت على وش فك، حتى كمان دافي، يعني البيض دافي على وش فك. والله هو بصوا يعني لو اتباع هنحضن البيض، ما اتباعش هو كاكر هيفضل قاعد على البيت باذن الله تعالى. وهنا تقريبا في هنا برده كان حصى، كان بقيه الحصى ما كانش فك، طبعا ما حضرناش البيت بتاع الحصى ده، تمام. هنا في قص البينو، قص لاتيني اسف، هنا في قص لاتيني طبعا معاه بيض، يعني هو معاه بيض بس معاه كام حصوايه لانه لسه محص قريب. وهنا برده قص لاتيني برده معاه حصى، يعني هنا برده معاه حصى. هنا اللهم صل على النبي، دي الاسطوره اللي احنا محضرين تحت منها، يعني ديت الاسوس اللي احنا محددين تحت منها في الزغليل الالبينو اللي هم الاهالي بتاعتهم اتباعوا هنا بنفس الطريقه كده. بس طبعا مش هفتح العش اكيد، يعني لان هم اتعمدوا لسه صغيرين، فمش هينفع افتح العش. هنا برده بقيه التحضين، يعني هنا بقيه التحضين برده قص لاتيني وبقيه التحضين، ودي عامه الاسوس الغالي عليا جدا، مش هينفع ان انا مثلا افرط فطير منها، يعني مش هينفع افرط فطير منها. وصلوا على النبي كده وادعوا لنا انفسكم بالبركه. هنا طبعا في السلاكه ديت، السلاكه ديت هنا موجود هنا اللهم صل على النبي، الذكر وايت فاس ونتايا زبل، وبرده من اللصوص الغاليه عليا جدا ومش هينفع ان انا اخرجها. الذكر ده سبريت البينو، يعني سبريت البينو كل عش بيطلع لي من حته لحتتين البينو، وبيطلع لي عين حمراء كمان مش عين سودا بمعنى اصح. هنا طبعا عندي فاضيه، تمام. بالنسبه للقص ده، القص دوت المصبع الرايق برده من اللصوص الغاليه عليا جدا ومش هينفع اللي انا افرط فيه. طبعا النتايا هنا معاه زغليل، معاه زغليل في صوت صوصاو جوه. هنا القص اللي انا قلت لكم عليه اتباع، القص اللي هو البصمات، القص البصمات اللهم صل على النبي، تقريبا معاه زغليل جوه، هنفتح عليه بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، معاه زغلول جوه اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بنفس الطريقه كده. ده الذكر، الذكر اللي خرج دوت اللي هو لابس دبله، عامه القص دوت اتباع، ادعو لصاحب النصيب بيه. فطبعا ده خلاص كده، يعني ده خلاص نازل ان شاء الله يوم الاحد الجاي نازل السله. طبعا زي ما انتم شايفين احنا معانا هنا سلاكه فاضيه، هنا سلاكه فاضيه ما فيهاش رصاص ما فيهاش اي حاجه، طبعا احنا السلاكه دي مفضيينها خالص. طبعا عشان تكونوا عارفين، في ناس كتير هتستغرب فين العصافير، يعني فين بقيه العصافير او فين الكلام ده كله. طبعا انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات احنا بنصفي البلكونه، يعني مش بنصفي البلكونه، بنخف من البلكونه وبندخل في الاوضه جوه، يعني بندخل في الاوضه جوه عشان باذن الله السلاكتين اللي احنا جايبينهم، لان المكان ده عامه عشان تكونوا عارفين هيكون التصوير باذن الله بعد كده. المكان عامه انتوا زي ما انتوا شايفين مثلا ان هو ضيق، لا بس هو بالعكس هو مش ضيق معايا خالص، يعني هو بالعكس مش ضايق معايا خالص، انا بالنسبه لي واسع وممكن اجيب فيه حاجات اكتر من كده كمان. عرض البلكونه كده يا جماعه 3 متر كده، 3 متر في كده متر، يعني في كده لا معديه المتر كمان، يعني في كده لو بنفس الطريقه كده معديه المتر. فطبعا احنا عامه عشان تكونوا عارفين بترجع للتقسيم، يعني هي بترجع للتقسيم عامه عشان تكونوا عارفين، في اقفاص موجوده للبيع، اقفاص موجوده للبيع، وغير دول في اقفاص جوه كتير برده موجوده للبيع، في عشوش موجوده للبيع، عشوش كتير، لان عامه عشان تكونوا عارفين العشوش اللي هتيجي باذن الله الايام الجايه هتكون جايه كلها مستورده، عشوش كلها بدراج زي اللي موجوده في الاوضه جوه عندي، يعني عشوش كلها هتكون جايه بدراج مستورده. طبعا بقى ايه، هنظبط الدنيا بتاعتنا، هنقلل بقى باذن الله التصوير عشان كل اللي جاي باذن الله يكون خير، هيكون في جديد على طول اول باول باذن الله. طبعا هندخل حاجات ثانيه غير العصافير، هنمشي حاجات كتير، هندخل حاجات كتير برده. فطبعا زي ما انتم شايفين الاقفاص كلها للبيع،
تمام. اللي حابب برضو محتاج اي حاجه ان هو يكلمني. الحشوش برضو للبيع، في حاجات كتير جوه برضو موجوده بيع مستلزمات وسقات والكلام ده كله، لان احنا هنغير من حاجات كتير، يعني احنا هنغير من حاجات كتير. طبعا بقيه العصافير فين؟ بقيه العصافير اللي هي عماتي اللي كانت موجوده هنا في السلاكه ديت، كنت طلعت في فيديو وقلت العصافير اللي موجوده في السلاكه ديت عزيزه عليا ومش هينفع نفرط ولا فقص منهم زي العصافير دي كده بالظبط، يعني زي العصافير دي كده بالظبط. عامه الجنب اللي في السلاكه دوت بقى لهم في الاوضه، بقى لهم دلوقتي 3 شهور، يعني بقى لهم في الاوضه دلوقتي 3 شهور. اللهم صل على النبي، انا سايبهم جوه في الاوضه بقى مع الطيور اللي جوه. خلاص يعني الحاجه اللي هي المظبوطه معايا قوي خليتها جوه، يعني خليتها جوه، مش هينفع ان انا ايه اخليها مثلا انا للتصوير، او مش هينفع مثلا انا اعرض منها حاجه او الكلام ده كله، عشان نكون صراحه مع بعض بمعنى صح. تمام، برضو باذن الله عشان تكونوا عارفين صحيح، في 25 قص روز، 25 قص روز تربيه جماعي. انا عامه لما بعت الالبينو كنت كملت وجبتهم، يعني كنت كملت وجبتهم. طبعا اللي محتاج اي حاجه موجودين عندي، يعني لو محتاج اي حاجه، محتاج ديكوره، محتاج نوتي، محتاج اصوص، محتاج زغاليل، محتاج شبابات، محتاج اي حاجه في الروز، انا عامه هسيب لكم الصور وهرد لحضراتكم دلوقتي. اللي محتاج اي حاجه في الروز يكلمني، يعني اللي محتاج اي حاجه في الروز يكلمني. القص باذن الله موجود على 500 جنيه، القص موجود على 500 جنيه، تمام؟ الكلام نهائي طبعا، وطبعا اللي بيتعامل معايا عارف ان الكلمه اللي بتطلع مني كلمه نهائيه، ما فيهاش كلام تاني بعد كده. طبعا انت هتشوف الصور، واللي محتاج بقى باذن الله في دول محتاج اي حاجه، او محتاج اصلا محتاج حاجه باذن الله بعت له صور وبيكلمني باذن الله تعالى. الحاجه ديت ان شاء الله موجوده، موجوده تربيه جماعي طبعا، محطوطه في وسط طبعا مع بعض، كنت لسه جايبها من فتره صغيره، بس طبعا حددت الدكوره من نوتي وكل حاجه. وعماد عشان تكونوا عارفين، الرز من غير ما تحدده بياخد النتايه بتاعته بيخش جوه العيش، يعني بياخد النتايه بتاعته وبيخشوا جوه العيش. فطبعا دول معروفين منهيين خالص، مفيش اي كلام. فطبعا بقى باذن الله زي ما قلت لحضراتكم، احنا طبعا في اللي فاز هنبيعها، تمام. السلكات ديت هنخلي الاماكن كلها عندنا سلكات، يعني الحاجه عندنا كلها هتكون سلكات، مش هنخلي قفاص خالص تاني، لان القفاص زي ما انتم شايفين بتاخد مساحه. ادي 1 2 3 اقفاص واخدين من اول الارض بنفس الطريقه كده لحد السقف، يعني لحد السقف. طبعا هنا بصوا السلات 1 2 3 4، في فاصل تحت كمان اهو، تمام، وفي فاصل فوق، فاحنا هنخليها 5 ادوار. هناخد قفص تمام وهنعمله الدور الخامس، يعني هناخد قفص وهنعمله الدور الخامس. طبعا زي ما انتم شايفين السلاكه ملمومه بتاخدش مكان. هنا برضو سلات 4 ادوار. السلكه ديت ان شاء الله هننزل فيها الرز، السلكه ديت هننقي كام قص لينا احنا بقى باذن الله للتصوير، هننزلهم وهنخلي الرز باذن الله في السلكه ديت باذن الله تعالى. السلكه ديت عامه برده مقاسه حلوه وهتكون كويسه للرز. هننزل ان شاء الله 5 تجواز رز، 5 تجواز رز، هم من 25 قص، يعني 25 جوز. فطبعا برده هنجيب قفص هنحط فوق هنا وهنخليها 5 ادوار بنفس الطريقه كده، تمام. هنا برده كذلك هنخليها 5 ادوار، برده هنجيب له قفص بومبيه وهنخليها الدور الخامس، يعني هنخليها 5 ادوار. برده في فاصل تحت، في فاصل فوق عند السقف، المكان عندنا في السلكات ما بتاخدش مكان. بالنسبه للاقفاص، الاقفاص كلها هتتباع، يعني الاقفاص كلها هتتباع. عندي اقفاص محمله، اقفاص سلك عادي، اقفاص خفيفه، في الكلام ده كله. العشوش برضو، يعني العشوش عامه عشان تكونوا عارفين، العشوش العاديه، العشوش العاديه دي تمام. العشوش ديت اللي موجوده دلوقتي، في عشوش بطريقه خشب برضو موجوده باذن الله، اللي محتاج اي حاجه، اي حاجه موجوده ان شاء الله. لان احنا الايام الجايه ديت بنخرج طيور وبنخرج فاصل، بنخرج حاجات عشان بنأهل نفسنا، بنجهز نفسنا للكبير ان شاء الله تعالى، يعني بنأهل نفسنا للكبير. الحاجه اللي جايه ان شاء الله هتكون كويسه باذن الله تعالى. فبالتوفيق للجميع، شكرا جدا لاستماع حضراتكم، سلام عليكم.